سيداتي، في اخر الفيديو عندي نصائح اللي هي جد رائعه باش الخدود ديالك يبقاو واقفين. ما تبخلوش عليا، يلا خليكم معايا حتى الاخر، ما تبخلوش عليا. كيف قلت لكم بالدعوات ديالكم وبالتعاليق ديالكم وبالبارطاج سيداتي، مرحبا والف مرحبا، وخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام عليكم لالا، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، كنغيب عليكم ولكن لظروف اللي هي قاسيه، ودائما كنتسنى الدعوات ديالكم ان ربي يفرجها عليا، وداكشي اللي كنتمنى ربي يعطيه لي، لان فعلا 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 محتاجه للدعوات ديالكم. سيدتي اليوم جيتك بواحد الماسك، ومع ذلك غنجيب لكم ماسكات، ومع ذلك غادي نجي نطلع لكم، واخا واصل العظم كيف كيقولوها، والحمد لله دائما تنقولوا الا جات من عند سيدي ربي مرحبا بها، وهادشي اللي كتب الله. ما كنبغيش نشارك معكم شي حاجه اللي هي سلبيه، مشاكل ديالي وهذا، ما كنبغيش ظروفي اللي هي قاسيه شويه، وهذا ما كنبغيش نشاركها مع المتتبعات ديالي. علاش؟ باش ما نشاركش معاهم شي طاقه سلبيه، نكونوا دائما الطاقة الإيجابية، ودائما نبقاو في الجمال ديالنا. سيدتي الماسك ديال اليوم لترهل الخدود، الخدود ديالك ما يبقاوش مترهلين، كذلك التجاعيد اللي عندك في الجبهة أو في الوجه ديالك ما يبقاوش، الوجه ديالك غادي يتجبد، الوجه ديالك غادي يولي لامع كيعطي واحد اللمعان، اللي شافك غادي يولي يقول لك اختي عافاك، واش كديري شي كريم لوجهك، ولا كديري شي بوماد لوجهك، ولا كديري شي حاجه لوجهك؟ لان فعلا الوجه ديالك غادي يتغير بهاد المكونات اللي غادي نعطيك، اللي هي بسيطه متناول اي سيده، اي سيده ممكن دير هاد المكونات هادو. دائما حنا كنقلبوا على البساطه، وكنقلبوا على الناس، يعني الناس اللي ما عندهمش الله يحسن العوان، خاصهم يديروا ماسكات، خاصهم يديروا حتى هما يتهلاو في الوجه ديالهم، بحال الناس اللي عندهم الفلوس راه كيمشيو كيديروا الفيلر، كيديروا البوتوكس، كيديروا داكشي اللي بغاو. انا ما لست ضد، ولكن مع السن ديالك انت باقا يعني الخمسينات راه مازال ما ديريهاش، حتى 60 وديري ديك الساعات الا بغيتي ديري. كيف كنقول لكم دائما انا لست ضد. سيدتي المكونات جد بسيطه متناول اي سيده، كتكون ليا من بيض السمان، لي هو رائع للتجاعيد، بيض السمان غزال سيدتي. شوفي الا تبعتي بيض السمان وجهك والله العظيم ما غتحتاجيش شي عمليه ولا تحتاجي شي حاجه، راه غزال غزال غني عن التعريف. بحثي عليه، قراي عليه، ديري اي حاجه، قلبي عليه شنو كيدير هاد بيض السمان في جمال اي سيده وجمال اي امراه. بيض السمان سيداتي ما تستغنيش عليه، ديما يكون عندك في ثلاجتك، كوليه، ديري بيه ماسكات، راه رائع رائع. انا كيجيني صعيب كنبدا كنسلقو كنبدا نقيه كيعذبني، ولكن راه غزال غزال سيداتي، فوائد فيه غزاله، خصوصا لكل سيده تاكل هاد بيض السمان وديرو ماسكات. وشنو هو المكون الثاني؟ المكون الثاني هو عصير البرتقال، ماشي الحامض، البرتقال، لان الناس بزاف، والحامض راه غزال الوجه، ولكن الناس بزاف كيقول لك انا عندي حساسيه من الحامض، انا هادي الحامض غينشف لي البشره، الحامض هذا، ولكن الحامض راه غزال البشره، الناس ما كيبغيوش. انا كندير بلاصتو البرتقال، ها هو حنا كنقولوا ليه الليمون، عصير نصف برتقاله، يعني معلقه كبيره اولا جوج معالق كبار كاع، ملعقه صغيره ديال العسل، عسل النحل، عسل النحل، الا كان عسل الليمون غيكون احسن، يكون رائع عسل النحل. وكذلك عندي ملعقه ديال حليب البودره، انا جبت لكم هذا باش كندير نيدو، واللي كنستعمل انا بزاف نيدو، ملعقه صغيره ديال حليب البودره، هو حليب، اي حليب بودره درتوه هو راه مزيان، انا كحنا كنستعملو نيدو كيجينا خفيف وسهل بهاد الساشي ديالو. سيدتي شنو كيفاش غادي ندير لهاد الشيء هذا؟ غناخذ بيضة السمان، سمحوا لي انا ما غنحطش على الوجه ديالي لان عيانه شويه، راه تبان لكم من الوجه ديالي، يبان لكم من عينيا انني عيانه، وعندي
عامرة، فهمتوا؟ عامرة، الله يفرجها، الله يفرجها عليا وصافي. والحمد لله دائما كنحمد الله وكنشكره. تناخد بيضة ديال السمان كاملة، كنحلها، كنهرسها، كنحطها، كنزيد عليها جوج معالق ديال الليمون، عصير البرتقال، حنا كنقولوا الليمون، عصير البرتقال جوج معالق. يعني كتشديها كتقطعي النص وكتبقاي ديري هكا المعلقة الأولى، المعلقة الثانية، وكديريها غتخلطيه مزيان. غادي تزيدي عليه ملعقة صغيرة ديال عسل النحل، ملعقة صغيرة ديال عسل النحل، وغتخلطيه مزيان. الله يعطيكم السر، ما تقولوش ليا علاش ما حطيتيش على وجهك. كنقول لك الحبيبه ديالي، حطي على وجهك، حطي على وجهك، حطي على وجهك، ويلا ما بغيتيش ما تقتيش فيا بلاش. انا اللي غنقول لك هذا الشيء سيدتي. علاش؟ لان بزاف تيقولوا لي وعلاش انت ما حطيتيش. انا كنحط على وجهي دائما، واحد النهار نخلي وجهي يرتاح، كاينه ولا لا؟ انا كنعطيك شنو ديري لوجهك، جربي يا حبيبه ديالي وردي عليا الخبار. شوفي يا حبيبه ديالي دي. خلطي مزيان، وانت مع التحريك زيدي واحد المعلقه صغيره ديال حليب البودره، يعني زيدي معلقه صغيره وحركي مزيان 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 مزيان، تينسجم الخليط، كيتبدل اللون ديالو، وحطيه ليا على وجهك بطريقه اللي هي صحيحه، من التحت للفوق، بني بني، رسمي رسمي ليا، بني ليا واحد الساس الوجه ديالك، حطي بطريقه اللي هي صحيحه، طريقه اللي هي صحيحه سيدتي، رسمي ليا الوجهيه ديالك. كيف كنقول لك دائما، تفنني في الرسم ديال وجهك، والوجه يكون مغسول بالماء الدافئ باش المسام يكونوا مفتوحين ويستافد ليا وجهي اكثر من هاد المكونات هادو. رسمي ليا الوجه ديالك، صوبي ليا الماسك، حطيه الوجه نقي مغسول بالماء الدافي. من بعد سيدتي 30 دقيقه، خليه 30 دقيقه في الوجه ديالك، من بعد فزقي الوجه ديالك، فزقي مزيان وفزقي اليدين ديالك، وبقاي شكل دائري ورسمي ليا الوجه. وواحد النصيحه كنقولها لكم ولكن ما كتردوش ليها البال، عندي واحد ثلاثه ديال النقاط هنايا، عندي نقطه هنا ما بين هنايا، شي هايا في الراس ديالها هنا، تزيدي شويه عندي هنا في العظم، هاد العظم هنا، عندي العظم هنا وكذلك عندي هنا. اشنو كندير انا دائما؟ ملي بحال الماساج ملي كنبدا نحيد هكذا، نحيد نحيد، كنجي عاود كنبرك الاولى، الثانيه، الثالثه، باش ما عمرها تنعس، ما عمر هاد البلاصه هادي يعني ما ديرش الوظيفه ديالها، تخلي ليا الخدود ديالي ترهلو. كل ما فيقتها كل ما بقات فايقه معايا، كل ما الخدود ديالي بقاو فايقين. يعني في اي وقت غنحيد الماسك ديالي الا وغادي نبرك عاوتاني، انا كنحيد كنحيد كنحيد، نرجع عاوتاني هكا ونبرك عاوتاني كذلك ثلاثه ديال المرات. عندي نقطه هنا، عندي نقطه هنا، وشوفي راه ملي كتبركي عليها كتحسي ان بحال ضراتك شويه، ولكن راه ملي كتهزي يدك كتحسي بالراحه. ديك الساعه ملي كتهزي يدك عليها كتحسي بالراحه. ايوا حبيبه ديالي، هاد البلاصه هادي ما تنسيش انك تبقاي ديريها. وعندي بلاصه اخرى اللي هي هادي، هادي دائما حتى هي بركي عليها شويه وجريها، بركي عليها وجريها باش ما ديرش لك ديك الخطوط ديال 111 ولا 11 ولا المهم. هذه بقاي ديري ليها بحال هكذا. هاد جوج ديال النقاط راهم مهمين بزاف، يعني ديروهم في بالكم وبقاو ديروهم. من بعد سيدتي تتغسلي الوجه ديالك بالماء البارد، بالماء البارد، وكدهني اي كريم مرطب عندك. ما تنسيش سيدتي، ما تبخليش عليا بالدعوات ديالكم، وما تبخلوش عليا كذلك بالبصمه وبالتعاليق وكذلك بالبارطاج. ما تبخلوش عليا، مرحبا والف مرحبا، سلام عليكم.